أصدقائي المشاهدين والمستمعين، بنحييكم عبر صوت لبنان، حلقة جديدة من برنامج نقطة على السطر. رح نحكي فيها بموضوع المدارس، الأقساط، المجالس التحكيمية، اليوم الامتحانات الرسمية، شو المستجد فيها، شو موضوع الشهادة المتوسطة، عن المنهج التربوي طبعا شو صار فيه، عم بيجزوه جاز يعني أنجا 30% بعد فيها المنهج التربوي، كيف بدنا نعود على تلاميذنا، هل ممكن التعويض تصير بالصيفية؟ هيدا كل الملف رح نحكيه مع ضيوفنا اليوم. عنا المدير العام لوزارة التربية بالتكليف عماد الأشقر، أهلا وسهلا فيك. كمان الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، وعنا لجان الأهل. قبل ما نفتح هالملف، المعاناة تتجدد وحاجات الناس عم تتزايد، ولكن العين بصيرة والإيد قصيرة. لما بيتفشى الفقر بالعادة منصير نتكل على مؤسسات وجمعيات وأيادي خير تعمل للتخفيف من ألام اللبنانيين وهمومهم وأوجاعهم، ولكن أسوأ الأزمات لما بتصير هالجمعيات بدو مين يساعدها. يعني لما بيصير الطبيب بلبنان مين بده يطبب، والممرضة مين يهتم فيها، وين منكون وصلنا؟ نعم جمعيات حاملة على عتقها هموم مرضى وذوي احتياجات خاصة صاروا اليوم على الحديدة وعم بينادوا بالفم الملقان لكم كل المطارح، فأي متى بدكن تساعدونا؟ سكرتوا المؤسسات علينا، فشلنا مع المصارف، مين بده يوقف حدنا بعد ما حجزت أموال المتبرعين بالمصارف؟ والوزراء المعنيين مثل ما شفنا مبارح بالاعتصام كانوا مشاركين، بس السؤال اليوم ومن على منبر صوت لبنان، مين بده يحل؟ مين بده يحل أستاذ عماد الأشقر؟ رب انتكل بس على الرب؟ صح، يعني مثل المريض داخل كوما وشيلوا ايدين الحكمة منه، شو منقول؟ دايما العناية الالهية موجودة، العناية الالهية موجودة وبتخلصنا من يلي نحن عايشين فيه. هيك ثبت انه ما ترك لبنان ومتكل عليه، دايما اتكل على الله. نعم، بدنا نقول لك مبروك، يعني صرت المدير العام لوزارة التربية بالتكليف. نعم، شكرا. من بعد ما كنت عم تهتم طبعا بالمدارس الخاصة، وما زلت طبعا مزبوط، يعني اذا على عاتقك كان يعني المدارس الخاصه، هلا زادت همومك هموم، زاد المسؤوليه. الهم مشترك بين اللبنانيين، يمكن عم جرب دير هالهم او جرب عالج بعض ما يمكن. طبعا لن اكون هذا الطبيب اللي بحاجه لمداوات، ما بقبل اكون هذا الطبيب او هالممرض اللي بحاجه للعنايه. طيب شو بإيدك يعني، وين الأموال؟ منضل نجرب. نعم، كيف بدك تجرب اليوم؟ يعني اليوم الانهيار الاقتصادي اللي أصاب كل القطاعات الانتاجية بلبنان، مس القطاع التربوي بشكل أساسي، وهو كان من أهم ميزات المجتمع اللبناني. صار في تراجع بالتعليم الرسمي، أول شيء من جراء جائحة كورونا اللي صار فيه التعليم أونلاين، كمان فشل باستئناف العام الدراسي الحالي 2022 بشكل طبيعي، كمان في أضرابات كان من المعلمين وهيدي كمان ساهمت بشل القطاع، وفي اتجاه كان من معظم اللبنانيين كانوا يعلموا بالمدارس الخاصة صار انه يروحوا على المدارس الرسمية. يعني القطاع التربوي منه بألف خير حسب التقارير العالمية اللي عم تجينا دوريا. بس اليوم كيف بدك تواجه الأعباء الكبيرة الملقاة على عاتق وزارة التربية بالقطاع طبعا التربوي المثقل بالهموم؟ ومنبلش من الأقساط. اليوم تتجه المدارس ومعلوماتنا وعلى الأكيد يعني إلى دولة، اتجهت إلى دولارة، بس كانت أول شيء تحت الطاولة، اليوم صارت فوق الطاولة وبالعلن وبالتعاميم. اليوم صارت فوق الطاولة وبالعلن وبالتعاميم، كان تحت الطاولة إيه ولا، وعم يعني عم نشوف شو بدنا نعمل. هلأ لا، اتجهت بالعلن يعني وبدون خجل إلى الإعلان إنه نحنا بدنا ندولر القسط المدرسي، وهيدا مخالف لقانون النقد والتسليف بالأول ومخالف للقانون اللبناني. كيف أنت كوزارة التربية عم تتصرفوا بهالإطار؟ أول شيء طرحتي بهالمقدمة مجموعة من العناوين، بس خلينا نبلش بالأقساط. مجموعة عناوين، منبلش بالأقساط، بس ضروري نقول أنه من دون تربية ما في لبنان.
لأنه اللي بقول لك لبنان كان قايم على السياحة وقطاع مصرفي ومستشفى الشرق وكل هودي كلهم هون نتاج التربية. وإذا في بعد دياسبورا بالخارج عم تقدر تخلي لبنان واقف على رجليه، كمان هي نتاج هذه التربية. نعم طبعا هذه التربية بخطر إذا ما قلنا بالعناية الفايقة. جائحة كورونا دمرت سنتين من هذه التربية، هالسنتين انعكسوا بطلابنا وشفناهم خلال هذا العام الدراسي اللي كان بين الفاقد التعليمي عند كل الطلاب، وقد طلابنا فقدوا تعليميا ونفسيا وأخلاقيا. فات غير طالب على المدرسة، فات كأنه فايت جديد بس المشكلة بعمر كبير، يعني بالصف الحضانة ممكن تحطيه بإطار ترجع من جديد، بس هالشي بطل موجود. نعم. مشان هيك نحن بأزمة كبيرة وبأزمة خطيرة. نعم. خلينا ننتقل نحن وياك قبل ما ندخل بهالأزمة الخطيرة والكبيرة بالقطاع التعليمي، بدءا بالأقساط والغضب العارم عند الأهالي، ننتقل نحن وياك إلى تحديدا إلى عجلتون، إلى مدرسة الأنطونية، حيث في حريق كتير كبير. الأب فادي الحاج موسى، أهلا وسهلا. نعم. فيك عبر صوت لبنان. مكسي الله يخليكم، يعطيكم العافية. حضرتك مدير المدرسة. نعم. شو عم بيصير ونتيجة شو الحريق اللي صار بالمدرسة؟ صار في عطل صغير هاتوا الكهرباء أو شيء بغرفة الخياطة، دغري بلش تطلع دخنة خفيفة، اوتوماتيك ما طلعنا الاولاد لبرا وانضبط الوضع. هلا الدفاع المدني موجود والشباب كله عم يشتغلين. نعم. المس صار بالليل او هالصباح يعني اليوم؟ هلا ديبو متى؟ هلا مش شوي. نعم هلا مش شوي، في الصباح يعني تقريبا. نعم. ربع ساعه تحديدا. طب شو عملتوا مع التلاميذ يعني؟ كانوا كلهم برا بالملعب الخارجي، كلهم صاروا مضبوطين، بس حسينا في دخنه عم تطلع اوتوماتيك ظهرناهم لبرا والحمد لله كل شيء مضبوط، ما حدا انغمش باي شغله صغيره وما حدا صار له شيء باذن الله. نعم. الشباب هلا عم بيضبط الوضع يعني في الدفاع المدني وكل ما يلزم عن الان. نعم انحلت القصه يعني. باذن الله ما في شيء. لا باذن الله. في اضرار يعني كمان بعلبه الخياطه؟ لا لانه قطعت الغرفه تبع الخياطه بنسميها نحن لما بتنقل عندهم يعني اغراضهم اذا ما هنالك الموضوع. الاضرار مش عارفين همها، احنا بيهمنا اهم شيء صحة الاولاد يعني وصحة البيرسونال كلهم سوا، والحمد لله هيدا شو ماله يعني. نعم. على كل حال يعني منيح يعني انقضيت على خير. نعم. وكان في حدا بالمدرسة وقدر دغري طلبته. نعم. الدفاع المدني وقال لك كان. نعم. مشكلة يعني على المدرسة كلها. صحيح نشكر اهتمامكم والحمد لله فينا نبلغ الاهل انه ما في يعني زوم يعتلوا هم كثير وهلع كبير. هلا الله راد كل شيء مضبوط، وشوي شوي اذا بيحبوا يجوا ياخذوا اولادهم خاصه الماترنال تحديدا فينا كمان نعطيهم اولادهم يعني. ما حتى لانه بتعرفوا في دخنه بعد وشها من هالنوع مش ممكن ولا باي شكل نكفي نهارنا بماترنال. نعم يعني فاذا مسكره المدرسه اليوم ولا في صفوف رح تفتح وفي صفوف؟ لا احنا في ست بلوكات المدرسه. نعم. نسميه بلوك الماترنال مستقل، بس بلوك الماترنال احنا ما نوقف في التعليم لانه دخنه بعدها موجوده. نعم. بدنا ننظفها ونجهزها لحتى يرجعوا كمان يفوتوا بطريقه ما تاثر على صحتهم لا بطريقه مباشره ولا غير مباشره. اكيد في صار في جمهره للاهل قدام المدرسه هلا حاليا، خافوا على اولادهم؟ اكيد في اشخاص بتعرف التليفون كاستيد بيوصل انه في حريقه كبيره وكذا، بس كله بخوف. لازم نحن نفوت النظر انه ما في خطر ابدا، اولادنا بخير، رجع عيد الفكره. واهم شيء من هيك اهم شيء انه نحن كمان هون مضبوط الوضع، كل شيء تصفى وكل شيء تجهز، بس في شوية دخني نوطرين لحتى نشيلها. وأكيد اللي ما فينا نكفي نهارنا بالماترنال تحديدا لأنه بدنا نجهز المكان النطف وإلى ما هنالك الأمور عملية لازم أوفيها. نعم شكرا لك ويعطيكم العافية ومنيح مرت على خير. نعم نشكر أبنا، نشكر اهتمامكم جدا وكثر خير الله. شكرا لك الأب فادي الحاج موسى مدير مدرسة الأنطونية بعجلتون. وبدنا نرحب بضيفنا اليوم كمان الأب يوسف نصر الأمين العام للمدارس الكاثوليكية، أهلا وسهلا. صباح الخير. نعم كنا عم نحكي عن الأقساط المدارس، يعني كانت قبل عم نحكي مع ضيفنا الأستاذ عماد الأشقر، عم نحكي أنه المدارس قبل كانت هيك خجولة تحت الطاولة بتمرق أوقات إشياء بالدولار. جارني الأب يوسف هلأ علنا وتعاميم
وبدنا نقبض بالدولار الجزء من الأقساط. صباح الخير لإلك لأستاذ عماد سعادة المدير العام، صباح الخير لكل المستمعين الكرام، صباح الخير. أكيد موضوع الأقساط وموضوع الدولار، خليني أقول لتاريخ اليوم لم يكن أي استيفاء للأقساط بالدولار إلا أو سعادة المدير العام يعني عدد من المدارس أنا يعني بعدد محدد جدا من المؤسسات، وهن مش عم يشتغلوا هذا الشيء تحت الطاولة، هن عملوا هذا الشيء بالعلن وبعت وراهن على وزارة التربية أكثر من مرة، وصار في حوار وحديث ونقاش، وكمان لجنة الأهل هي بالصورة وفي حوار مع لجنة الأهل، فإذا الموضوع لم يكن أبدا تحت الطاولة، الموضوع كان بالعلن. أما سائر المؤسسات الأخرى لم تتقاضى الدولار لتاريخ اليوم. اليوم اتجاه اليوم صار اتجاه الموضوع نحو اليوم قضت الدولار، اليوم صار الموضوع مطروح بشكل جدي وعلني. وأكيد كيف بتتجرأوا كمدارس تطرحوا هالشيء وتخالفوا القوانين؟ صحيح هيدا مخالفة للقوانين، وهيدا ما أشار له اليوم وزير التربية. صحيح، أنا استعيد جدا أنه يكون هيدا النقاش بوجود ساعة المدير العام حتى يعطي وجهة نظر وزارة التربية، وأنا أعطي وجهة نظر المؤسسات التربوية الخاصة حتى نقدر نوصل إلى حل بهذا الموضوع. في عنا واقع جديد، هو واقع سببته الأزمة الاقتصادية اللي نحن عم نمر فيها، ورح أعطيك أرقام دقيقة. عندنا المصاريف التشغيلية نسبة جيدة فيها تتخطى 50% هي بالدولار، وانضربت بعشرين وأكثر. إذا بتاخدي تنكة المازوت اللي كانت بين 10 و15 ألف، اليوم 22.5 دولار، يعني ما يقارب 700 ألف ليرة. تخيل الانتقال من 10 لل15 ألف ل700 ألف. وانت وحضرتك بتعرفي انه السنة كان عندنا اختبار، هيدي السنة كان في مصروف هائل على المازوت بالتحديد. بدي قلك نوع من 60% من المصاريف التشغيلية بمؤسساتنا التربوية الخاصة راحت على تأمين الفيول لتأمين الكهرباء وتأمين أيضا التدفئة. نعم. هيدا من جهة مصاريف تشغيلية. نعم. من جهة تانية هناك رواتب المعلمين. رواتب المعلمين من الست درجات إلى المتأخرات إلى أيضا بدل النقل، ما تنسي ارتفاع بدل النقل من 8000 إلى 24 إلى 65 واليوم يشارف 100 ألف. انتقال من 8000 إلى ما فوق 65 ألف ليرة. فإذا هالعبئين الكبار، مصاريف تشغيلية، رواتب معلمين، خلى انه الاقساط بالليره اللبنانيه عمليا حتى نقدر نامن حاجياتنا بالمؤسسات يجب ضربه باربع. نعم. هيدا بالاضافه الى امر، خليني بس بعد زيد هالمعلومه وبعدين ندخل بالنقاش. ما تنسي عدم استقرار سعر صرف الليره اللبنانيه. الاسبوع الماضي لا شرف الدولار على 39 ألف ليرة، ما يقارب 40 ألف ليرة، شوي بسحر ساحر نزل ل 26 ألف ليرة، شوي رجع طلع امبارح لل 31 ألف ليرة. نعم. نحن ما بنقدر نعيش بحالة لا استقرار، هيدا لا استقرار. في عنا 20 على صعيد مؤسساتنا التربوية الخاصة الكاثوليكية، عنا 20 ألف عائلة يا جماعة بيعيشوا بمؤسساتنا التربوية، وهؤلاء الأشخاص هم بحاجة إلى ثبات واستقرار بحياتنا اليومية، بالإضافة إلى أنه نحن ما بدنا نخسر نوعية الأساتذة الجيدة اللي هناك اجتذاب لألون من مؤسسات تربوية أخرى، كما وأنه من قطاعات عمل أخرى عم تعطيهم بالفريش دولار. بدنا نوعية تربية ولا ما بدنا نوعية تربية؟ نعم. إذا حريصين نعم. بس اليوم استاذ حضرة المدير، اليوم قد ما برر الأب يوسف نصر وقد ما حكي، وطبعا أنه في محروقات وفي كلفة تشغيلية وفي رواتب معلمين، بس بحق لهم ينطوا فوق القانون، لأنه تسديد أي قسط مرتبط بإعداد موازنة تفند الإيرادات والمصاريف والدولرة، وهيدا مخالف لكل التشريعات اللبنانية. وين وزارة التربية؟ وينكن؟ صحيح بحق لنا نخالف القوانين؟ أكيد لا،
اكيد لا. وطلع بيان وزير التربيه حول هالاطار، وكان عنده حديث امبارح عن انه المدارس تخالف قانون النقد والتسليف. بس هلا بدنا نحكي بقلب البيان اللي طلع، يعني كانه ترك هامش المدارس تتصرف على ذوقها. هلا بنحكي، بس رد لنا اول سؤال، قد ما برر الاب يوسف نصر بحق له يخالف القانون؟ لا لا، انا كان واضح نهار الاثنين كان عندنا اجتماع بالوزاره وكان في حضور الأب يوسف كأمين عام المدارس الكاثوليكية وكممثل اتحاد المؤسسات، أمين سر اتحاد المؤسسات الخاصة، وكان في معه عضو من هذا الاتحاد، وكان كان نائب المعلمين بالمدارس الخاصة كمان، وكان الحديث عن هذه النقطة بالذات. وأنا رأيي معروف، أول شيء كرئيس مصلحة التعليم الخاص أول شيء مواكب هالمشكلة من الأول، كله عم يخالف القانون. قدامك الاب يوسف نصر يخالف القانون، قلت لهم اياها بال... يعني طبعا هو الامين العام للمدارس الكاثوليكية، قلت لهم اياها بالمسرح يعني كان اللقاء بالمسرح، انه هذه المدارس تقدمت بموازنتها السنه 35-65 مزبوطة، بس المشكله القسطه كان 3 ملايين، صار قسطه 13 أو 15 أو 16، يعني زبطت النسب بس القسط طلع، وهالشيء مخالف لل 515. بعض المدارس لجأت إلى إنشاء صندوق دعم إلى جانب القسط المدرسة. يعني بمعنى آخر، مثل ما كانوا قبل يعملوا فتح ملف يكون 500 دولار أو يكون 1000 دولار أو 2000 دولار، هذا ما يدخل، ما بيدخل بالموازنة المدرسية. نعم، وهذا مخالف للقانون، لجأوا لهذه الطريقة. هلا هذا كان موضوع نقاش قبل وتحول على هيئة التشريع والاستشارات، وقبلت رأي هيئة التشريع والاستشارات سنة الـ 14، وبحينه وزير التربية ما أخذ بهذه الاستشارة وبعدها موجودة بالوزارة. التشريع والاستشارات قال يجب أن يدخل ضمن الموازنة المدرسي. هلأ بعض المدارس لجأت لهذا الحال، هلأ بحق أو بغير حق، مثل ما شرح الأب يوسف من فترة إجا مكتب استشاري استقدموه الفرنسيين، عملوا دراسة على الميزانية مش على الموازنة، خلصت هذا الاستشاري خلص بالآخر أنه 15% من التشغيل المدرسة من ال 35% هو يوازي 300% من الموازنة المدرسية. هذا أنا ما عم برر، عم بوصف. أنا طب غيروا القوانين، جربوا يغيروا القوانين. انطرحت مرتين بمجلس النواب على جلستين تشريعيتين، مرة تواجه بالرفض المطلق وانسحب من جدول، مرة تانية كان في اجتماعات عند وزير التربية ولم تفضي إلى أي نتيجة، ولن تفضي إلى أي نتيجة أبدا أكيد أنا، لأني لأني عاصرت 5-6 سنين من محاولة تعديل هذا الـ 515 الشهير ولم نفلح بتعديله. إذا نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد بهذا الإطار بين المدرسة وبين الأستاذ. طيب شو عم تقول لهم؟ كفوا وإلى حين صار عندنا عقد اجتماعي جديد. أنا قلت لهم إياها بالمسرح وبرجع بقولها هلأ هون على أثير الهوى. أول شيء نحن كوزارة التربية عم نعمل كل ما في وسعنا. نحن سنة الماضية حولنا 74 مدرسة للمجالس التحكيمية، وقلتها هون عندك بحلقة. ما في عنا مجالس تحكيمية؟ في مجلس تحكيمي بجبل واحد لبنان، واحد بجبل لبنان، لحينه لم تصدر أي. طب وين صارت المجالس التحكيمية؟ مضي عليها وزير العدل، وزير التربية. هلأ بدنا نحكي عنها. حولها لرئاسة الحكومة، لرئاسة الحكومة، وعلى أساس آخر جلستين بيكون عنا مجالس تحكيمية، وهذه المجالس بعدها حيث ما هي. هلأ لمصلحة المدارس طبعا انه ما يكون في مجالس تحكيمية بدك ما توخذنا اليوم؟ يمكن لا لا، يمكن لا، يمكن هذا الشيء بريحهم، يطلع حكم ويقول انت معك حق او عليك حق، تخلص الخبرية. ايه بس سقف المحاسبة انذار من وزير، شو منعمل يعني؟ وتحويل الملف الى مجلس تحكيمي مش موجود، هيدي سقفة. يعني المدرسة اليوم لما قصتها بالدولار بتخالف القانون وعم ينقل، يعني مش انه يعني تحت الطاولة او شيء خجول، انه نحن المدارس متجهين الى الدولرة وهيدا يخالف القانون اليوم. بس بدي خبرك تجربة سقفة، شو انه انذار من وزير التربية بإحدى المدارس الكبرى وتحويل على مجلس تحكيمي مش موجود. احدى المدارس الكبرى اللي عندها 3-4 مدارس
وقفنا توقيع المدراء بثلاث مدارس لهذه المدرسة. ايه وبعدين سنة وقفناها. ايه بس ايه سنة سنة يلي تقدموا بشكوى لوزارة التربية راحوا مضيوا الموازنات وراحوا دفعوا الزودات وبرروا انه وبرروا هذه الزيادة. واتصلنا فيهم يا أساتذة يا سيدات يا رئيسات ورؤساء، تفضلوا ما حدا عطل ولا حدا سأل، إيه لا فهمونا واتفقنا نحن وياهم ومش الحال. بس بتعرف لأن عرفوا إنه شو الحد الأقصى بيصدر من وزير التربية قرار بتوقيف توقيع المدير وبعدين بيوضع القرار بالدرج مثل ما صار بمدرسة شويفات الدولية. إيه أنا عم بحكي عن شويفات الدولية. إيه؟ مش تشهيرا ولا عم نسمي الأمور بأسماء ولا شيء، بس بالنتيجة كمان إذا عم تحكي عن شويفات الدولية، شويفات الدولية تقدمت بموازنتها حسب الأصول بحينه، وبعض لجان الأهل في هذه المدارس اللي كانت معترضة قدمت اعتراض أول مرة وإجا المحامي وإجا جيش من الناس معه واختفوا. تواصلنا معهم إلا مش الحال، نحن اجتمعنا معهم ومش الحال. نعم. إذن أن نثير القضية وأن لا نتابعها ونتركها على عاتق الوزارة. الوزارة عم تقوم بمهمتها، بس مهمتها بتوقف عند المجالس التحكيمية أو القضاء بحسب القانون، مش بالتهرب من المسؤولية. برجع بقلك سمت القبل هاي رحنا بشغلنا للآخر وتهجمت لشبعت وما عندي مشكلة عم طبق القانون. في 74 مدرسة تحولوا، لتاريخه لم يصدر أي حكم، في مجلس تحكيمي عامل بجبل لبنان عنده 34 ملف من إيديه لم يصدر أي حكم عن هذا المجلس. يعني فإذن أنا كوزارة التربية هزولت اللي عم بيصير. نحن مش عم نحكي عن وضع المدارس، طبعا هي انه في وضع صعب مثل ما شرحه الاب يوسف نصر، بس مش مسحه الاب يوسف نصر يرتفع القسط خلال سنتين من 13 مليون الى اكثر من 80 مليون حسب سعر الصرف بسوق الموازية ببعض المدارس من دون ما يحتسب مصاريف النقل اللي طارت بشكل هستيري. يعني في فوضى بارتفاع الاقساط المدرسة. خلينا نميز بالمؤسسات بين مجموعات متنوعة ومتعددة ومن عمم على الكل، التعميم بيسيء إلى بعض المؤسسات. بس نحن عم نحكي موجود نحكي المدير العام وعم نحكي عن مؤسسات. فيك تقول كمان بالمدارس الكاثوليكية هيك صحيح. وبغير مدارس هيك فينا نقول عشان هيك نعم بمدارسنا الكاثوليكية الحد الأقصى للزيادات كانت هذه السنة بالعملة اللبنانية حوالي 70%، ما قل من المؤسسات تخطى 70%. نعم. فإذا القصة اللي كان 3 ملايين ما صار 13 مليون، القصة اللي كان 3 ملايين ما تضاعف يعني صار 5 ملايين أو 5 ملايين ونص. خلينا نكون واضحين، احنا عم نحكي عن كل المدارس صحيح الكاثوليكية. أنا عم بحكي أنا عم بحكي عن المدارس، مش ضروري عم ننطلق من 3، إذا انطلقنا من 6 نعم بيصير حوالي 9. نعم. بصير حوالي 9 أو أكتر شوي صغيرة، يعني مهم نكون دقيقين لأنه نحن على الإعلام والناس عم تسمع. هيدا الواقع اللي نحن وصلنا لإله والكل بيعرف، الأساتذة مش راضين، نحن بدنا استقرار بحياة المؤسسة، اعطونا استقرار وخدوا منا كل شيء. خلي الدولة اللبنانية شو بتكون أحسن من هيك تأمن رواتب المعلمين. الدولة اللبنانية ممثلة بالمدير العام صحيح. تفضل يعني وجه له الكلام، عم بتوجه لسعادة المدير، يا سعادة المدير خدوا عنا العبء المالي، اهتموا فيه انتو، تركونا نشتغل تربية وكتر خيركن، ما بدنا منكن شيء. أنا بعرف انه هذا الكلام هو شعر، هو نظرية، لأنه الدولة مش قايمة بالحمل اللي عليها بالقطاع الرسمي، لذلك ما بدنا نفوت بهذا الإطار. وبشكل خاص خليني أذكر شغلي. نعم. وأنا أقدر جدا سعي معالي وزير التربية لاستجلاب جزء دعم للمعلمين في القطاع الرسمي، وأنا أقدر جدا مساعي معالي وزير التربية لمن قدر يأمن على 5-6-7 أشهر 90 دولار بالشهر للأستاذ. يعني معالي وزير التربية حاسس مع الأستاذ بالقطاع الرسمي. لماذا يجب علينا ألا نشعر بالمعلم في القطاع الخاص؟ ما انتو عم بتزيدوا على الأهل، ما عم بتزيدوا أقساط على الأهل 90. وعاملين صناديق مثل ما قلنا بالأول كمان أنه للمساعدة 90 دولار حوالي 100 دولار بتطلع اليوم حوالي 3 ملايين نزادت على راتب المعلم، وبدل النقل نزاد على راتب المعلم. فإذا القطاع الرسمي
نفس الصعداء من خلال هذه الزيادات، وبعده مش مبسوط إنما على كل حال. إنما ما أضرب، إنما القطاع الخاص بعد لم يتنفس الصعداء. تقلك ليش وساعة المدير هو حكم اليوم، وأنا بقبل أنه أستاذ عماد يكون حكم. خليني أقلك، القسم الأكبر من الزيادات استهلكتها المصاريف التشغيلية وبشكل خاص الفيول. القسم ما قدرنا نعطي الأستاذ حقه كما يجب، خلينا نقول الواقع كما هو. نعم، لم نستطيع أن نعطي المعلم حقه. الزيادات على الرواتب لم تتخطى الضرب 2. نعم، يعني دايما عم نحكي عن المعلم وعن المدرسة ناسيين الأهل. الأهل هني شركائنا الأساسيين، وماش ما في شيء بيصير بقلب مؤسساتنا إلا بالتوافق مع لجان الأهل، ولأنه هني جزء أساسي. نعم، نحن كل شيء عم نعرضه اليوم هو مشروع قابل للنقاش وللحوار مع الأهل ومع نقابة المعلمين، لأنه ما بنقدر نكفي بمؤسساتنا إلا بهالثلاثية المقدسة: مدرسة، أهل، معلمين. أنتم موافقين بلجان الأهل اليوم عم نحكي عن المدارس الكاثوليكية بدولة الأقساط، ولا بعدكم عم يعني بنقاشات واجتماعات؟ هناك نقاش جدي، هناك مشروع يعرض على وزارة التربية بداية حتى نقدر نوصل. ما قالت كلمتها وزارة التربية، ما وافق الوزير معالي وزير التربية. خليني أقول لك، متفهم لواقع التربية الصعب. نعم، ومعالي وزير التربية حريص على استمرار العملية التربوية. نعم، ومعالي وزير التربية حريص على تطبيق القوانين اللي ذكرتيهم: حماية المستهلك، نقد والتسليف، قانون 515، مش قانون واحد، هن ثلاثة سيف على رقبتنا، ونحن معترفين بهذا القانون، ونحن عم نقول نحن تحت سقف القانون. نحن قلنا كل التشريعات، ولن نخرج، لن نخرج على عن القانون إلا بصيغة بتسمح لنا إنه نحافظ على القطاع التربوي. هيدا الأهم. شو الصيغة يعني؟ إنه لأنه الصيغة تكون بمجلس نواب، لأنه بتعديل على القوانين على كل حال. خليني مدام نوال بدي مرق هالكلمة. إذا استمر واقع الحال كما هو عليه، لن يكون هناك عام دراسي العام القادم. خلينا ننطلق من هيدا الواقع، خلينا ننطلق من بيان وزارة التربية، لأن كمان رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور بالمدارس الخاصة لما طويل على الخط. بس مرق بس لما ببيان وزارة التربية يعني الإجابي عن الأقساط، هيك فقرة ملغومة يا حضرة المدير. بحسب لجان الأهل المدارس الخاصة، قبض الفريش دولار بالبنت هاء من البيان بيقول إنه أي قسط مدرسي لا يكون محدد على نحو قانوني سليم إلا إذا كان بالعملة الوطنية، وفي حال أضيف إليه مبلغ الدولار وجبته موافقة صريحة من لجنة الأهل مع حفظ حق ولي الأمر بالدفع بالعملة الوطنية. هي مش ملغومة؟ مش ملغومة، لا ملغومة، لا يعني إذا وافقوا لجان الأهل بيمشي. بعدني عم بقولك، سنة الماضية كان خلاف كبير بالمؤسسات الثلاثة اللي تفضلتي وحكيتي عنها، والأهل وافقوا على هذا الإطار. بالنتيجة أنا كوزارة برجع بقلك، إن إجا القسط مخالف لل 515، شو رح تعمل؟ أنا ملزم حولها قدام القضاء. أنا والقضاء بحطها بالجرور مثل العادة. هلأ ما بعرف القضاء، أنا بيخلص دوري هون، شو بيعمل القضاء شغله؟ معلش، مجلس عمل تحكيمي بجبل لبنان عندكم ملفات اشتغلوها إلى حين البت. اليوم مش مجلس عمل تحكيمي تربوي بجبل لبنان، ما تواخذونا انه تفضلوا بتوا بالملفات الى حين يعني وجود مجالس تحكيمية بكل الأقضية والمناطق. لما الطويل رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور بالمدارس الخاصة، تفضلي، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير ولضيوفك أبونا يوسف أستاذ عماد، كيفكن؟ الحمد لله بخير. بس سؤالي لإلك بالأول، يعني من إحنا منطالب طبعا إنه بالأقساط تكون عادلة، بعدم الدولة راح حفاظا على التشريعات اللبنانية بالأول، على يعني وجه التشريع اللبناني، ومثل ما قلنا في ثلاثة قوانين بتمنع هالشي وتجاهر المدارس إنه بدها تقبض بالعملة بعملة الأجنبية. بس لجان الأهل مكتشف إنه بيعلوا الصوت شوي، بيجوحوا بيمضوا على الموازنات وبيقدموها. علي اسمحي لي هون، أنا بدي رد على أستاذ عماد. المدرسة اللي صار فيها المشكلة المرة الماضية هي سابس، خليني أنا بسمي يمكن غير مش متل غير سابس، منعرف مين حكمها،
ومين الهيئة الإدارية اللي إلها، مين الحكمة؟ مين الحكمة؟ تم التعرض لعضو من أعضاء اتحاد دجال الأهل. من قبل مين؟ من قبل مين؟ ما أنت بدك تسمي اليوم قبل إدارة، قبل إدارة المدرسة. يعني إدارة المدارس السابس هددت أعضاء لجان الأهل وطردت أولادهم وحاولت إن هي تمضيهم على أوراق تمنعهم من رفع صوتهم والتدخل بشؤون الموازنة. هيدا اللي قدم لأنه هني البعض منهم تراجع خوفاً على أولاده، وهيدا الشيء اللي عم بيصير دايماً مثل ما هلأ عم نشهد تهديدات مثل ما مبارح صار بمدارس الليسيات كلها، وبعتقد أستاذ عماد بالجو رغم أنه هني بيقولوا محميين من قبل الوزارة مبارح عم بيهددوا أي تلميذ ما بيدفع فريش دولار للتسجيل ما فينا نسجله. التهديدات للأهل ولجان الأهل موجودة، مثل ما بنعرف كمان أستاذ عماد بيعرف بأبرشمون كمان في عنا مدرسة شو اشتغلت بلجنة الأهل، مثل ما بنعرف بالنبطية شو صار بمدارس من قبل الإدارات. هون أنا ما بدي عشان ما يفكر أستاذ أبونا يوسف أنا عم بقصد مدارس كاثوليكية، لا، في أغلبية مدارس في ممارسات عم بتصير باتجاه رؤساء لجان الأهل والأهل تعنيف، وأستاذ عماد بيعرف كتير منيح شو عم يتم تصرفات. وأنا هون معلي بدي أقول أنه في مجال بالوزارة معلي عم بيكون في شوي ما بعرف قد هن حجم الضغط اللي عندهم لحتى معاملات أو اعتراضات بتوصل للأهل بشهر شباط وأذار ونيسان لغاية الآن لا يبت فيها. يعني معلي الأهل هن الضحايا لكل هاي الممارسات، هن الضحايا لكل هاي الضغوطات، بكفي أنه هن ضحايا الوضع الاقتصادي كمان نحن عم نجي على المدارس نجلدهم. بالنهاية المدارس منا لا بده يقطعك حضرة المدير. بدي اسألك سؤال، هذا العضو بالشويفات الدولية خليكي معنا لما أحلى ما تحكوا اثنينكم. بده يسألك حضرة المدير عماد هذا العضو يلي بشويفات الدولية بالكورة يلي تقدم قدام القضاء العجلة وقدام القضاء ما بعرف أي قضاء، ما خبرتونا شو طلعت نتيجة هذا القضاء وشو طلعت الأحكام؟ التصويب دايما على وزارة التربية، دايما على وزارة التربية، عندكم قضاء عم تروحوا لقلو، عم تحكي عن مدرسة النبطية، توجهتوا للقضاء كمان، بدك تسمعيني لما، توجهتوا للقضاء كمان، شو طلعت نتيجة هذا القضاء وبماذا حكم هذا القضاء؟ كل مطرح توجهتوا على القضاء غير، عم تقولوا المعاملات عم تتأخر بالوزارة، لا مش عم تتأخر بالوزارة، بس بالنتيجة أنت أكتر شخص بتعرفه سقف عمل هذه الوزارة ضمن الإطار وضمن القانون 515. سنة الماضية ليه ما توجهتوا لمجلس تحكيمي بجبل لبنان وسألتوا أين نتيجة الملفات الموجودة لديك؟ ليه ما طلبتوا فيها قدامه؟ تفضلي لما. أولاً أستاذ عماد، أولاً لقلك شو القضاء العجلي اللي نحن عم نلجأ له، أغلبية القضاة بتقول نحن لسنا أصحاب اختصاص. وكيف قضاة بيروت، كيف قضاة بيروت لجأوا وطلعوا أحكام لما محاكم لما مدارس الليسية تمنعت عن تسجيل تلاميذ لأنهم ما دفعوا زيادات وأخذوا أحكام وأعدتوا هؤلاء الطلاب إلى هذه المدارس؟ خليني كفي معلي بس اختصري لما اختصري. قضاة عجلي عم تاخد قرارات وهناك قضاة عجلي ما عم تاخد قرارات. أنا كأهل في شيء اسمه مجالس تحكيمية تربوية الكل ممتنع عن تشكيلها ولازم تكون أولوية لألكم. مش الكل، نحن مش ممتنعين، نحن حولنا حولنا للمشروع على رئاسة مجلس وزراء نحول عن تحكيمية ونحن عارفين أنه هي ما تشكلت. لو نحن بالفعل بدنا شيء يمشي بوزارة التربية، أول أولويات كان وزير التربية أنه يمشي موضوع المجالس التحكيمية التربوية لأنه بدون قضاء هيدا ما بقى يمشي، وهيدا يمكن لحيأدي لأنه نطالب بلجنة تحقيق نيابية نحن بهيدا الموضوع. نعم. ما معقول على مدى سنوات ما عنا قضاء يحمي هالأهل. نعم، شكراً لإلك لما الطويل رئيس اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور بالمدارس الخاصة. القصة عند القضاء عم بتحطوها، بس أنتوا الوزارة المعنية وأنتوا لازم تعلوا الصوت. أنتوا بدي خبرك يعني معليش التلاميذ بحمايتهم بإطار التعليم الخاص. بإطار التعليم الخاص، نعم، التعليم الخاص كان قطاع حر وبعده قطاع حر لحد 96 لصار هذا العقد الجماعي يلي رعاه الله يرحمه دولة الرئيس رفيق الحريري بوقتها وطلع القانون 515.
نحن كوزارة إذا بتطلع بالقوانين والمراسيم يلي ممكن مصلحة التعليم الخاص بمسؤوليتها تكون عم تراقب هذه المدارس، بتلاقيها ماشي. منا بالنتيجة أنا ما بعطي شيء لهذا القطاع، أنا مسؤول عن 336 مدرسة مجانية، هودي أنا برقبهم وبفتش عليهم وبحسبهم نقطة نقطة، لأنه إذا خالف ما بدفع له، ما بياخد منحته. أما القطاع مش معناتها ما عم برقبه، مش معناتها ما عم حسبه، مش معناتها ما عم تابعه، بس بالنتيجة مثل ما في وقت لبرنامجك في حدود ل هذه الوزارة، حدود قانونية. نعم. مش حدود معنوية. ايه بس القصة ما فيها في مخالفة للقوانين مثل ما في مخالفة، وانا عم بقول لك اياها وهيدي بالفم الملقان والبيان كان في سقطة، يعني انه كل مرة بقولها وبرجع بقولها، هلا اي زيادة السنة زادت المدارس؟ لا بدنا نحكي بموضوع زيادة، زادت المدارس ما لها حق تزيد ولا ليرة. شو رح تعملوا معها؟ انا بتجي هلا كل المدارس اللي اجت لعندي رح احولها على المجالس التحكيمية. انا المجالس التحكيمية من 2016 يعني بيحملوا الوزير التربية انه قصة المجالس التحكيمية، نحن عرفنا انه مضي ومضي وزير العدل، وين صارت هلا؟ اخذها الوزير مروان حمادي لما كان موجود. نعم. اخذها وراح فيها على رئيس الحكومة وما طلعت، ورجعنا وديناها مرة تانية وما طلعت، وهلأ وديناها وما طلعت، بقى بنعمل لجنة تحقيق نيابية، فليكن هذا شيء. هالأهالي عم بيطالبوا بلجنة تحقيق نيابية، تفضلوا. هذا شيء نحن تطبيق القانون معه للآخر ولآخر حرف. نعم. تقوم غالبية المدارس بإبلاغ الأهالي إنها بصدد مراجعة عامة للأقساط هلأ. طيب ليش ما بتنتظروا أبي يوسف نصر للعام المقبل؟ ليش هلأ الزودة وليش عم نحكي فيها بوقت رح ينتهي العام الدراسي هلأ؟ إنه شو ليه مسبقين على الوضع؟ بركي تراجع الدولار، بركي بها صيفية إجا مغتربين وفي حجوزات، يعني اليوم عم تقول تفوق المعدلات، إنه ليه مستعجلين هالقد؟ من ناحية تانية الأهل بحاجة يعرفوا شو القسط المدرسي قبل ما يبلش، قبل ما يفوتوا على العام الدراسي. صار معنا السنة شي منو حلو ومش مقبول من قبل الأهل، اللي هو إنه اضطرينا نعمل زيادات بنص السنة الدراسية، وكان هذا الشيء على حساب طبقة من الأهالي الفقراء الغير المقتدرين، حتى ما نعيد الكرة بالعام الدراسي القادم. فتحنا باب النقاش والحوار مسبقا، انه يا جماعه يا اهل يا اساتذه تعالوا نتحاور حتى نرجع نعمل اتفاق جديد، حتى نقدر نامن استقرار وسلامه العام الدراسي القادم. وانا بدي استفيد من الشيء اللي قالته ست لمع، تقول يجب ان يكون هناك ضوابط، وانا اطالب وزاره التربيه ان تساعد على وضع ضوابط لهذه الاقساط. نحن منا كيف يعني؟ نحن لا منا مطالب وزارة التربية انه ما تخلي المدارس تخالف القوانين. انا هذه الضوابط موجودة بال515، ما تخالف القوانين المدارس، ما تغير ال515 يلي جربنا نوافق الاطراف الثلاثة معلمين ومؤسسات واهل، واجتمعوا اكثر من مرة تحت ظل وزارة التربية ولم يتوصلوا لأي اتفاق. نحن منعرف أنه لا قصة مدرسة من دون موازنة، ولا موازنة من دون توقيع لجان الأهل، مش هيك؟ صحيح. وما فينا يعني نقدر نوصل إلى محاسبة المدارس إلا من خلال لجان الأهل، لأن واقع الحال بيقول أنه اللجنة ممكن أن تكون معلبة أو بالحد الأدنى غير قادرة على مواجهة إدارة المدرسة. فينا نحط نعول كلنا على لجان الأهل، يعني أوقات معينة من قبل المدارس، يعني حتى لو موقعة من لجنة الأهل وفي شكوى من أي أهل حول عدم قانونية هذه الأقساط، هذه المدارس تحال أمام. طيب شو الحل؟ هل هو بتفعيل تطبيق المادة 13 من قانون 515؟ طبقنا المادة 13 وجبنا مكتب محاسبة ودرس موازنة 100 مدرسة، ومن أصل 100 مدرسة تحول قلت لك أكثر من 70 مدرسة أمام المجالس التحكيمية. في منهم قلت لك مجموعة وبعضهم قاعدين، والموازنات أخذوا موازنات على 10 سنين لورا ليدرسوا المدارس شو عملت بالموازنات. طلع قرار ولا ما طلع قرار؟ ما طلع شيء. وما طلع شيء. بس كمان في يعني في في للأسف في بمطرح كمان في ناس أخذت أحكام، في بالنبطية أخذوا أحكام وناس ما أخذت وجمدوا أحكام. وجمدوا. شو يعني ناس أخذت أحكام وناس ما أخذت أحكام؟ القضاء. نعم. كل قاضي كيف ينظر إلى الملف، وهل هو صاحب الصلاحية أو عدم صاحب أو ما له صلاحية في هذا الملف. أنا لا أنتقص من دور القضاء
ولا اتهجم على القضاء، بالعكس بشد على ايده القضاء يكون سند لنا يلي هو يعني حمايتنا. مش عم ننتقص من دوره يعمل شغله يلي هو حمايتنا. معلي حضرة المدير يعمل القضاء شغله، في عنده ملفات يعمل شغله، كل حدا منا يعمل شغله بفتكر بتمشي الاشياء. نعم، هل يعني اليوم الموضوع هو تعديل المادة 2 بالنسبة لإلي؟ تعديل 515 كله كله سوا كله سوا. نعم، وهذا بيصير بمجلس النواب بمجلس النواب. نعم. هذا بده إعادة نظر من أول مادة لآخر مادة فيه، لأنه ما يصح وما صح سنة 96 لم يعد يصح سنة 22. نعم، بس خليني أكمل هذه الفكرة. فينا نكمل الفكرة. سعادة المدير العام، صحيح قانون القانون 515 بحاجة إلى مراجعة، صحيح، ولكن نحن متمسكون به لطالما هو الحل حتى نقدر نقيم الموازنة المدرسية ونمشي مؤسساتنا. بس يصير في توافق على تصور جديد يجمع الأطراف الثلاثة. وحضرتك بتعرف أنه عملنا إكزرسيس مؤخرا، وبتعرف حضرتك لوين وصل هذا الإكزرسيس. فإذن خلينا نكون متمسكين بما هو موجود حاليا مع الشوائب، مع التسطير على الشوائب الموجودة فيه، ريثما نقدر نوصل إلى توافق جديد وتصور جديد برعاية وزارة التربية حتى نفتح مرحلة جديدة. شغلة تانية اللي بدي إليك يا مدام نوال، لن يكون هناك زيادة على الأقساط إلا بإنشاء، وهذا شيء موجود. عم نحكي عن المدارس الكاثوليكية، ما علي خلينا نفرق، خلينا نقول المدارس الكاثوليكية وأكثر شوي من المدارس الكاثوليكية. مين اللي السيد؟ لا، خليني الله يخليكي، خليني أنا أكون ما بدنا نسمي، بس في مدارس كمان زادت وأخذ الدولار. صح. أنا ما بدي سمي حدا، ولكن واقع الحال، واقع الحال باتحاد المؤسسات التربوية أو بالمؤسسات الخاصة، هناك المدارس المستقلة الإفرادية اللي ذكرتوا أسماء العديد منها، هي خارج نطاق الاتحاد، هي تعمل على ما يناسبها. أنا ما عندي ولا أي تواصل، دار بعرض الحائط كل القوانين. أنا ما عندي ولا أي تواصل معهم. أنا مبدئيا اللي بتواصل معهم هني المؤسسات الموجودين ضمن الاتحاد مع النقابات. عم بتقول زيادة على الأقساط، بس نكمل الفكرة، إلا بإنشاء صناديق إذا بدك دعم اجتماعي للعائلات. نعم، أرقام تليفونات صوت لبنان 01-325-555 بده يكون صدركم رحب، كمان 76-611-003-005 76 الواتساب كول 611-001. تأخرنا على الاتصال، مين معي؟ ولك صار لي ساعة ناطر. وكان نطرنا، شو بدنا نعمل؟ تفضل، شو بدك أنا. تقول صوتي؟ ايه عم نسمعك. ألو. ايه عم بسمعك. بونجور. بونجورين، تخلي بالموضوع. مدام، بس انا بدي احب اشارك بهذا الموضوع اللي عم تحكوا فيه، وبالنسبة لأقساط المدارس الخاصة. سمعتني؟ عم نسمعك، كمل الفكرة. ايه نقطع الخط. نعم تفضل اذا سمحت. يعني سمعتني؟ اول شيء سمعتك، قول فكرتك بسرعه. بمنطقه نعم. صيدا حاطين نعم. مديره، مش مديره المدرسه، هي عم تغطي محل زوجها لانه زوجها بامريكا، وعم تبتز العالم بالاقساط المدرسيه. رجعت اسم المدرسه من 3 شهور، عرفت؟ اسم المدرسة. قال ابني انه ما زال بعده بالمدرسة عم بتعلم، قال في بدك تدفع 3,700,000 زيادة. قلت انا مسكر قصتي كله يعني من 3 شهور. قال لا، يا واحد بده ورقة، بده يجي يدفع الزودة ليحصل على ورقة. نعم، شكرا لك. شو استاذ عماد؟ شو؟ في مدارس عم تبتز الاهالي ومدراء. هناك خليني أقول لك، بالمدرسة الإنجيلية كما سائر المؤسسات الأخرى، وهذا الشيء منه غريب عن واقع الحال، يحق لكل مؤسسة تربوية خاصة أنه تعمل ملحق بالموازنة إذا ما طرأت أعباء إضافية. اليوم نحن قدام أعباء كل يوم عم تزيد علينا، مشان هيك بعض المؤسسات اضطرت أنه تعمل ملحق موازنة وتزيد قصة أو ثالث أو رابع. نعم. حتى تقدر تغطي باطلاع لجان الأهل موجودين بالمدرسة. صحيح. كل موازنة لازم يوقعوا عليها، مش باطلاع. لازم يوقعوا يعني. طبعا وإذا لم يوقعوا ما بتصير صح. كمان اتصال، مين معي؟
يعطيكم العافيه. الله يعافيك. باقي التلاميذ بيتعلموا بالمدرسه مدرسه خاصه وكاثوليكيه. انا عم بسمع الحلقه بالسياره واستفزني كم شغله وحابب انسب عكسير كل الاهالي. الدوله اللبنانيه حطتنا بمواجهه مع بعضنا البعض. عم نحكي عن القوانين، يمكن بحلقتك قطع شي 10 مرات 15 مره كلمه القانون والمحاكم. اي قانون؟ ما بيحفظ لنا حقنا القانون، ما نحن عم بدنا نتكل مش على القانون. قانون لمواطن مش قادر يجيب مي، قانون لمواطن ما عنده كهرباء. مشان هيك انا عم اقول عم نمس باصعب وادق شغله بتاريخ البشريه كلها، هي التربيه والتعليم. انا بقترح مثل ما انا عم بدفع غصبا عني مطار الكهرباء تجيب ضوء، لازم ادفع غصبا عني تضوي راس اولادي. ممنوع اولادي يهاجروا. ليه ما عم تطلع الصرخه على دفع سترن المي وعلى مطار الكهرباء، ودائما عم تطلع الصرخه على المدارس الكاثوليكيه؟ وانا عم بحكي كبي. ايه ايه كبي، بس انا بالمقابل معلش تطلع قصه اولادي. خليني اكمل فكرتي. تفضل تفضل. انا يلي بدي اقوله، بتمنى على الامين العام وعلى مدير وزارة التربية وعلى لجنة الأهل بكل المدارس الكاثوليكية يقعدوا ويفكروا بحكمة. في أستاذ بده يروح على المدرسة يعلم ولاده من قلبه، ما بيروح إذا عم يقبض مليون ومليونين وثلاث مليون. في أهل قادرين يدفعوا لازم يساهموا. صحيح. في أهل مش قادرين يدفعوا لازم نتعاون حتى نخلي لهم ولادهم يتعلموا. شغلة كبيرة كبيرة، نحن عم نمس بمستقبل أجيال للبنان. إيه بس معليش خلصت الفكرة، بس رح أقول لك فكرة. بكل دول العالم التعليم حق، وفي نعم. مدارس مجانية وفي مدارس تابعة للدولة اللبنانية، هي لازم تكون عم تستوعب كل التلاميذ وبأقساط طبعا، يعني هي ما في أقساط يعني تسجيل، يعني للعائلات اللي مش قادرة تدفع. بس نحن عنا المدارس منا متوفرة بشكل سليم لحتى يقدروا الناس يعلموا أولادهم. فالتعليم حق، معك حق، وعم نمس بعقول أولادنا. صحيح، بس الدولة اللبنانية لو كان عنا دولة مثل ما لازم، لازم يكون في مدارس حكومية هي مجانية تعلم كل الأولاد بدون استثناء، واللي بده يدفع يروح على المدارس الخاصة 100%. بس لأنه الوضع هيك أنا عم أقول لازم مسؤولي المدارس مع رجال الأهل مع الأساتذة يقعدوا يفكروا بحاجة. قعدوا كتير بالسنوات الماضية، شكرا لإلك، بس ما قعدتوا حضرة الأب يوسف نصر. خليني أقول إنه وقبلك كمان صار رايحين جايين على وزارة التربية. خليني أقول هيدا صوت عاقل. هيدا صوت عاقل، حكي عن جزء من الأهل مستعدين يضحوا بالغالي والنفيس حتى يأمنوا العلم لأولادهم، لأنه بعدنا بلبنان نعتبر أنه العلم هو كنز، هو الشيء الوحيد. بس في أهل مش قادرين على أولادهم. مشان هيك أنا حكيت عن صندوق الدعم الاجتماعي. نعم. لن يكون هذا الأمر على حساب الفئة الفقيرة وغير الميسورة، لن يكون ولن نقبل، لن نقبل أن يكون هذا الأمر على حساب الطبقة الفقيرة وغير الميسورة. لذلك واجب على كل مؤسسة، واجب على كل مؤسسة دون استثناء بدها تاخد زيادات إما بالليرة أو بالدولار، إنه تعمل صندوق حماية للعائلات الغير المقتدرة، لأنه لن نقبل إنه نخسر هذا الطالب الفقير أو هيدي العيلة الفقيرة بمدارسنا. مدارسنا موجودة لخدمة كل طبقات المجتمع الفقيرة والغنية، وبدها تحافظ على هويتها بأنه تكون مفتوحة للجميع دون استثناء. شو تعليقك حضرة المدير عماد الأشقر؟ المشكل كل مرة نطلع على البلاتو بكون أنا وأمين عام مدارس كاثوليكية. ايه. انت المعنى المسؤول، انت بتمثل الدولة اللبنانية، انت مدير عام وزارة التربية بالتكليف. ما نعم بتهرب من مسؤوليتي ابدا. نعم. وبتنفهم المشكلة كأنه المشكلة بس مع المدارس الكاثوليكية. هي المشكلة حددتها بسياق الحلقة. المشكلة مشكلة واضحة بالتعليم الخاص بكل لبنان. في ممارسات مش مقبولة. مع احترامي للي قاله لأبونا وكل تقديري، في مدارس تلزم الأهل بتوقيع أوراق بحال بدهم أولادهم يضلوا، إنه هالقد مجبورين يدفعوا أو مش عاجبكم فلو أو مش عاجبكم فلو. مشان هيك هذا الاتصال وبحييه يلي قال
كنا ندفع الغالي والنفيس وحضرتك قلتي، بس المشكلة لا بقى غالي فيه ولا بقى فيه نفيس، في ناس ما تعلم ولادها نفسنا كنا ومش قادرين نروح على المدارس والأخطر الحكومية والأخطر لأنه لا تلبي الحاجات. والأخطر من هيك نعم، مجموعة كبيرة من المدارس الخاصة كانت قائمة على موظفي الدولة والعسكريين وقوى الأمن وهذه الأسلاك يلي كانت تعتبر الطبقة الوسطى. هلا نحن بنصنف حالنا، كانوا قبل يقولوا في نوفو ريش، نحن نوفو بوفر بقى. وبفتكر وبأكد، مش بفتكر، نحن رايحين على تعليم طبقي. طب وين المدارس الحكومية؟ نحن حاضرين. ايه بس مش قادرة تستوعب كل الناس، ما حدا يقول مش قادرين او قادرين، بس نوصل له واذا ما قدرنا حسبونا. مش قادرين هلا، شو حبنا نحاسبكم؟ لا مش مزبوط، نحن مش قادرين تستوعبوا كل الناس. مزبوط، مش مزبوط، يمكن ببعض المناطق مش قادرين. ايه ايه، بس نحن هلا في خطه عم تنشغل للاستيعاب، لانه عارفين استيعاب يعني باول السنه الجديده. اول السنه الجديده، لانه انا عارف انه من موقعي بالتعليم الخاص ومن احتكاكي ان كان مع حضره الامين العام او مع كافه اطياف هذه المؤسسات، انه نحن رايحين على ازمه، وحيكون عندنا نحن رايحين عزمي مش بس بالأقساط، رايحين كمان بجودة التعليم نزوح. وفي تقارير دولية هذا قالوا قالوا لأبونا على كل حال. نعم. في نزوح معلمين داخلي على فرق يمكن $50 وفي نزوح خارجي. نعم، بدي انهي قصة الأقساط لنحكي بالمنهج التربوي، هذا كتير مهم وبالامتحانات. بس قبل خلينا نستقبل مايا جعارة. أهلا وسهلا فيك مايا، اليوم المستشارة القانونية في اتحاد لجان الأهل بالمدارس الخاصة. تفضلي مايا. بحييك يا ست نوال وبحيي ضيوفك. يبدو تفضلي. يبدو ست نوال انه السنه المقبله هي السنه الاصعب على اهالي التلاميذ، لانه بلشت تبين بوادر زيادات كبيره ستلحق بالاقساط تتجاوز قدرات عدد كبير من الأهالي يلي قدراتهم الشرائية تأكلت وإيراداتهم انخفضت، إن كانوا موظفين أو غير موظفين، لأنه بالنتيجة ما في دورة اقتصادية صحيحة بالبلد. الأهل حقهم خاصة بهيدي الظروف يعرفوا كلفة تعلم أولادهم مسبقا. نحن مش عم نقول على القد، لأنه بنعرف إنه موازنات بدها تقار بإشباط سنة الجاي، إنما الأهل كلهم عم يسألوا وكلهم ضايعين، وهذا السؤال عم يجي كل يوم عتلانين هم إنه هن حقهم كمان يقدروا ينظموا حياتهم، يعني حياة عائلتهم الاقتصادية، يعرفوا حالهم إذا هن قادرين يكملوا بهيدي المدرسة أو بدهم ينقلوهم لمدرسة تانية أو بدهم يسافروا أو بدهم. يعني الموضوع لازم عبكير نبلش نعرف نحن وين اليوم. الأهل خلينا نقول بصراحة ما بيقدروا يتحملوا يعني التكاليف الزيادات المرتقبة بمفردهم. بالمقابل وهذا شيء كتير واضح وعم نشوف قديش الأهل حريصين أنه يحافظوا على المستوى التعليمي لأولادهم، يلي يمكن هيدا شيء من الأشياء القليلة يلي بعدها باقية لنا ويلي بعدها مسكتنا أنه نبقى بهيدا البلد. شكرا لك. نعم شكرا لك اليوم ضيفتنا مايا جعارة المحاميه. اذا قبل ما انتقل على موضوع ثاني بتسمحي لي؟ ايه تفضل. اوكي، اول شيء الشيء اللي تفضل فيه سعاده المدير العام بالنسبه للمدارس اللي عم تطلب امضاء من قبل الاهل ببدايه السنه، واجب علينا كمدارس كاثوليكيه انه نستقبل كل تلاميذنا دون شروط مسبقه. واجب علينا، بدي عيدها لكل مدارسنا الكاثوليكية تسمع، واجب علينا كمدارس كاثوليكية واللي ما معه يدفع ما عم بيقولوا له كل إذا مش عجبك كل أولادنا كل تلاميذنا اللي كانوا مسجلين عنا نحن مجبورين فيهم، ومش لازم نخسر ولا حدا منهم، وبدنا ناخد مثل ما نقال. شو بتعملوا مع مدارس بدنا إذا مش عجبك فيل؟ معلش بدنا عم قول أنا واقع. عم بعطي توجيه عام لكل مدارسنا من الكاثوليكية من على منبر صوت لبنان، ما بدنا نخسر ولا عائلة، كل عائلاتنا بدنا نحافظ عليها، اللي بيقدر يدفع بالدولار يدفع بالدولار، وهيدا الدولار بده يغطي اللي مش قادر يدفع، بده يكون في عنا سياسة واضحة. الشغلتين اللي بدي أقولها. نعم. طب أنا بدي أسأل سؤال نمي إلي، لأنه أنا ما سمعت أنه وزير السياحة امبارح أعلن أنه هناك سماح
للمؤسسات. لا ببرنامجنا عبر نقطة على السطر كان ضيفنا من حوالي 3 أيام يسمح مش يسمح أعلن إنه بالدولرة على سعر منصة صيرفة يا جماعة بالدولة اللبنانية إيه بس بيقبضوا باللبناني شو يعني؟ بس هلا يعني هطلع تعميم ما هلا هلا بالصيفية ونبضوا باللبناني هلا بالقانون ما هالقطب المخفية اللي عم تحكي عنها كنت بالبيان هالقطب المخفية بالبيان. على كل حال أستاذي مايا بعدك معنا مثل ما أنا كأنه فهمت إنه خلصنا. أستاذي مايا بعدك معنا؟ ألو راحت أستاذي مايا. في اتصالات بناخذ اتصال مين معي؟ نعم يلا بعد شوي مستقبل اتصالات اليوم. فإذا أبونا يعني هيدا الكلام كتير مهم اللي قلته إنه اللي ما في يدفع لازم يدفع مش إنه إذا مش عاجبك فل. بس حضرتك قلت إنه بعد ما في زيادات عنا معلومات إنه حتى في مدارس كاثوليكية عم بتزيد بأكتر 50% في منه عم بيزيدوا 200% هيدي بتصرفك ونحنا منحطها بعدك 200% بالأقساط بالليرة اللبنانية. خليني أنا ضوي على شغلي وأقول وأنا بوافق معالي وزير التربية وساعة المدير العام كان موجود ما فينا نزيد بالليرة اللبنانية وبالدولار. بدنا نختار. ما فينا نزيد مرتين على الأهل بنفس السنة. سمعتوا يا مدارس؟ يا إما وأنا بقول لهم ما فين يزيدوا إذا ما تعدى 515 ما فين يزيدوا. لا هلا أبونا هيدا قالوا لك ما فيك تزيد. أنا بعطي أنا والأبونا ساعة المدير العام يهتم بالموضوع المالي. ساعة المدير العام هم له هل المدارس أصبحت للأغنياء فقط؟ نعم ونقطع السطر. نعم نعم بناخد اتصال مين ما معي؟ ما بدنا اياها تصير للاغنياء. طب خبرنا بس شو الحجم الزياده اللي بدكم تزيدوها؟ يعني معلش هلا شو حجم الزياده للسنه الجايه؟ خليني اقول لك بس باختصار لانه باختصار بكل صراحه باختصار نعم. نحن عندنا كمدارس كاثوليكيه نحن عندنا 3 انواع من المدارس وعم بحكي الامور بكل شفافيه. عندنا 269 مدرسه نحن بنعرف انه وضع الاهالي فيهم ما بيسمح بالزيادات، لذلك همنا انه نقدر نأمن من الجهات المانحة دعم بالدولار لهذه المؤسسات حتى تقدر تأمن للأساتذة. ايه بس قلنا قدي ما راح تكون الزيادات اكتر اذا كان في مجال أكتر من 50 دولار بالسنة. من 50 دولار اتصال خليني معي. خليني كفيلك تفضل. في عنا جزء تاني من المدارس اللي هني عددهم حوالي بين 50 و100 مدرسة رح يكون في حوالي 200 دولار. وهناك جزء ثالث من المؤسسات اللي هني يعني معروفين كل الألاك هي المدير العام مش ضبطة معروفين انه في عدد معين من المؤسسات موجود ضمن بيئة قادرة والأهل حريصين على الزيادات أكتر منا. والأهل حريصين يتحداك في عقر دار صوت لبنان من يتحدى وزارة التربية من 100 دولار بين 500 أحدى المدارس الكاثوليكية العريقة. تفضل. في عنا ساعة المدير العام في عنا غير حل. انت رجل واقعي وانت رجل اجريك على الارض ابونا وانت رجل بس انا بس معي يتحدى وزارة التربية اليوم عبد يوسف مثلا يتحدى وزارة التربية. نحن رايحين على هذا المقزق من سنتين ولازم ينحل ونلاقي حل. بس برجع بقلك السيبي يلي حكى عنا الاب يوسف معلمين ومدارس وأهل ايه شو قصتها؟ في خشبتان الناح وفي خشبة رح تنكسر هي الأهل ايه ابونا وانا اكيد انا موافق مع السيد. طب خلينا ناخد نحن موجودين الى جنب الأهل ورح نسعى بكل جهدنا انه نقدر نأمن دعم من الجهات المانحة الداخلية والخارجية تنوقف إلى جنب الأهل الغير المقتدرين لأنه أنا حريص أنه ما نخسر ولا عيب. على الأب يوسف نصر واليوم حتبقى موثقة ما في مدرسة ترفض تلميذ لأنه ما معه قسط أو ما معه تمن قسط. ما في مدارس وهي رح تبقى هالجملة موثقة. مستقبل اتصال مين معي؟ ألو ألو تفضل عم نسمعك تفضل. صباح الخير انا إيه يا عمي انت تفضل. ما بعرف شو عم بيصير بالتليفونات. في اتصال اخر مين معي؟ ألو. ايه تفضل. صباح الخير. صباح النور. انا مواطن ببعدك عم بحكي معي. ايه تفضل اهلا وسهلا فيك. المدرسه فضلنا بدشين الرهبات فضلنا ايه شو قصتهم؟ زادوا علينا السنة كان قصة 3 مليون و250 ألف صار 5 مليون و750 ألف.
عم بيقولوا لي هلا سنتي جاي كبدايه عام دراسي جديد بده يكون نص فرنش دولار ونص لبناني. نعم. طيب انا مواطن لبناني، ما بدي اجيب فرنش دولار. هيدا هو حلقتنا اليوم اللي بنيناها. بدي اشكرك يعني هيدا جاوبنا عليه. خليني اقول لك، هيدي المدرسة اللي عم يحكي عنها، مدرسة الرهيبات القلبين الأقدسيين، يا جماعة خلينا نقول الأشياء مثل ما هي. ما قلتهم. عم يسعوا إنه يجيبوا مساعدات وعم يدعموا الناس وعم يوقفوا إلى جنبهم. بس يعني طالبين منهم دولار، كيف بيوقفوا؟ معليه كيف عم يوقفوا حد الناس وعم بيطلبوا دولار؟ يا سعادة المدير العام، أنت لازم تكون تقول كلام حق. هل اليوم 5 ملايين ليرة بكفي لمدرسة تتوقف على إجريها؟ هل اليوم 5 ملايين ليرة بتقدر تغطي لأستاذ حضرت رواتب يقدر يعيش بكرامته؟ خلينا نحكي الأمور. أنا إذا بدي أتجرد من موقعي بحكي حكيك. ايه؟ بس أنا من موقعي بدي ضل أحكي حكي. أنا قبلين وأحتل بس بدك تكون مقتنع. يعني مقتنع بحكي مين؟ حكيك إذا تجرت من موقعك ولا إذا كنت بالموقع؟ بدي لك شغلة، وأنت حضرتك بتعرفي، والاتصال اللي حكي معلش، عم نوقف عم نحط مليونين ليرة ومليون ونص ليرة. نعم. تنعبي البنزينات، وهلأ بجينا فاتورة السلولار، بدنا نشوف شو بدها تطلع بكرة، وعقلبنا مثل العسل حيكون. بس لأنه التعليم حق، بس بدنا ننتبه عشان التعليم حق. بالدستور اللبناني برجع بقول له لهذا المواطن يلي اتصل آخر شيء، أنه في مدارس رسمية حاضرة، في مدارس رسمية فاضية، خلنا نآمن فيها ومنحسن لموقعها. نعم، في مداخلتين بس بدنا نقول. قرار مقاطعة الأساتذة للامتحانات الرسمية شو صار؟ شو رح يصير فيهم؟ ما في مقاطعة الامتحانات الرسمية. لا، في مقاطعة للأساتذة، وتوجهتوا على إنكم تاخذوا أساتذة من القطاع الخاص. شو صحة هالأمر؟ لم نتوجه بشيء مخالف لأي دستور ولا أي قانون. بس كتير انكتب روابط، خسرنا ورقة مقاطعة امتحانات رسمية. شو قالوا؟ خسروا ورقة. أولادنا دائما رهينة. وزير التربية اللي بحيه، مين رح يصلح؟ مين رح يراقب؟ بدي خبرك شغلة. شو؟ القطاع الخاص من حين إنشاء مرسوم الامتحانات الرسمية يشارك في الامتحانات الرسمية. إن كان عبر وضع الأسئلة، إن كان عبر وضع الأسئلة أو إن كان عبر التصحيح. نعم. أضيف لهذا المراقبة، واحد. بعدين كل اطلعوا بهذا المرسوم يلي صدر عن مجلس الوزراء بالإجماع، اطلع على القطاع الخاص. نعم. ما اطلع على المستعان بهم يلي بيشكلوا 7000 شخص. من وين استعنتوا فيهم؟ من القطاع الخاص؟ هن من القطاع العام. لا لا لا. هن عم بيعلموا بالمدارس الرسمية هاو. ايه؟ مدارس بعد الظهر ومدارس قبل الظهر. نعم. ليه ما اطلعوا وحكيوا عنهم هاو؟ نحن ما عم نسحب ورقة من حدا. بعدين ما حدا من الروابط اعلن انه هو ضد الامتحانات الرسمية. كتب كتير بهالإطار عم نصوب امتحانات رسمية تحت مجهر التعليم الخاص. بارح نهار التنين، مجهر شو التعليم الخاص؟ لعنة ولا يهودي ولا شو؟ لا لأنه هني بدون يستفيدوا. لا مش مسموح، هذا مش مقبول هالحكي وممجوج هالحكي. موجود ولا مش القطاع موجود؟ الخاص 70% من البلد. نعم. 70% من طلاب الامتحانات الرسمية هم من القطاع الخاص. فإذا هلأ بس وضح لي، رح تستعينوا فيهم للقطاع الخاص؟ نحن قطاع التعليم الرسمي للأساتذة. نحن لا نستبعد أحد يلي بده يشارك بالامتحانات الرسمية. أهلا وسهلا فيه، مدعو إلى المشاركة بهذه الامتحانات. اتصالين، مين معي؟ نقطع أول خط تاني، عم ننطركم. ألو. ألو تفضل، أهلا وسهلا فيك. يا هلا. أنا ما عندي مشكلة بموضوع الأقساط، أنا عندي مشكلة شوي أكبر من هيك. شو؟ اللي هي إنه إذا بدي فوت ابني على الجراند سكسيون. نعم. بدي بمدرسة كاثوليكية أو بثلاث مدارس. ما رح سمي يقولوا كانوا مالوا ما يعودوا يفوتوا لي ابني. لا هيك كتير. نعم. بدك واسطة، جيب واسطة. انا 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 جاهز اعمل لك واسطه. جاهز الابونا يعمل لك واسطه. عم بحكي. لا عم بحكي جد، ما عم بمزح. اتصل والله. اتصل فيي ما تعطي الهم، انا مستعد اعمل لك واسطه، ما تعطي الهم. نعم. اهلا وسهلا فيك. كمان في اتصال اخر بناخده، مين معي؟ الو صباح الخير. صباح النور. معك زياد. اهلا وسهلا فيك زياد. اهلا وسهلا فيك وبضيوفك. بس سؤال، نحن كان انا ابني بمدرسه خاصه، قسطه كان سنة الماضي 6 مليون. السنة 18 مليون. سمي. معاشنا التعاشي كان 3 مليون صار 6 مليون. بس سمي. أوكي. المدرسة. عفوا. سمي. لا ما بدك مشان
اوكي بس اكيد مدرسه مش كاثوليكيه. مدرسه كاثوليكيه ام غير كاثوليكيه؟ كاثوليكيه. لا اذا مدرسه كاثوليكيه وكان ستي صارت 18 انا بترجيك تسميها. بدك تسمي لانه معلش محمي محمي من الاب يوسف نصر. انا بحمي انه ما يستقبلوك اولادك. اللي مين المدرسه اللي كانت ستي وصارت 18؟ نحن نسبه الزيادات الماكسيموم هي 70%، وفي كم مدرسه وصلوا لل 100%؟ اذا من الستي صارت 18 انا بترجيك تسمي، لانه هذا كلام غير دقيق. معلش حاجه خايفين يا عمي، هيدا كلام غير دقيق وما بعتقد انه كلام واقعي. تفضل. بتحب تشوف القصص تجيك تحت الهواء؟ اكيد بتمنى عليك، بتمنى عليك تتصل فيي وتقول لي اي مدرسه، لانه هيدا كلام غير واقعي وغير دقيق. قلت لك نسبه الزيادات لم تتخطى ال 100%، معدلها هو 70%، اغلب المؤسسات 50%، وفي مؤسسات ضخمه بقيت على زياده 30%. نعم القصة وما فيها انه خليك معنا على الهوا لناخد رقمك، لانه يعني مش رح تسمي. عبدو جبرايل اهلا وسهلا فيك. الو عبدو معنا انت؟ صباح الخير. صباح النور رئيس اتحاد لجان الاهل بالمتن. صباح الخير. يا هلا كيفك؟ شو تعليقك اليوم؟ ابونا يوسف وصباح الخير. صباح الخير يا استاذ عبدو، شكرا لك يا استاذ عبدو. انا شو بدي احكي، انا ما قدرت اسمعكم لانه الكهرباء مقطوعه عندي مثل العاده منزوع كمان. نعم بس اسمحي لي هيك حسب ما فهمت ست نوال شو بدي يكون راينا. الله يخليكم الله يخليكم. انا ست نوال شو بدي يكون راينا اذا لما كان القسط 4 مليون و5 مليون كنا عم نصرخ ونبكي عندك هون. هلا اذا بده يصير القسط 30 و40 مليون والمعاش بعده هو ذاته ما بقى في شيء بينقال، شو بدك ايانا نقول وشو بعد فينا نقول؟ نحن نتفهم الوضع منا بعاد عنه، ضروري يكون في زودات حتى تقدر تقلع المدارس. نعم. شرط تكون الزودات منطقية وبنفس الوقت على إدارات المدارس تتفهم وضع الأهل. صحيح. يلي مش قادرين يدفعوا حتى ما نسمح لأي طالب يترك مدرسته ويصير بالشارع. أما منطقي. بالنسبة لما يحكى عن أقساط تدفع بالفريش أو على سعر السوق السوداء، هيدي نحن بنرفضها رفض عام قاطع، لانه إيه طالما في ناس مع ما تمضوا على الموازنة. ست نوال ست نوال اسمحي لي شوي، طالما في ناس مع عيشتها على 1500 ليره وطالما البنوك عم تعطينا ودايعنا على 8000 ليره، مش منطق بعض المدارس تسعر القسط بالدولار على 35000 ليره. مع العلم مين بيقدر يحدد شو رح يكون سعر الدولار السنه الجايه؟ نعم هيدي شغلي خطرة كتير. نعم شكرا لك عبدو جبرايل رئيس الاتحاد. بدك تحكي عن مجالس تحكيمية بس عندك موضوع كتير. نص دقيقة مجالس التحكيمية نص دقيقة بس بنص دقيقة اسمحي لي اخذ من وقت ضيوفك. بالنسبة لموضوع المجالس التحكيمية انا بيهمني كل الناس تسمع يلي بدي اقوله خاصة المسؤولين. بالفترة الأخيرة سمعنا انه المجالس التحكيمية تشكلت وصارت على طاولة مجلس الوزراء، وهيدا شيء نحن قلنا سنين عم نطالب فيه. وزير العدل سمى القضاة، وزير التربية سمى الأعضاء بما فيهم ممثلي لجان الأهل. أنا ما بدي أحكي عن بقية المجالس، بدي أحكي عن المجلس التحكيمي بجبل لبنان. بجبل لبنان في اتحادين للجان الأهل يلي هني اتحاد كسروان جبايل يلي تأسس بالعام 2010 واتحاد المتن يلي تأسس بالعام 2016. إيه اختصر عبدو اختصر. هني أول وأقدم اتحادين موجودين بلبنان. سؤالي هو نعم على اي اساس تسموا ممثلي لجان الاهل بالمجلس التحكيمي بجبل لبنان؟ وهودي الاتحادين ما حدا اخذ رايهم، واذا ما كانوا ممثلين من هالاتحادين منين جايين هالممثلين ومين بيمثلوا؟ اما النداء عندي نداء بوجهه لفخامه الرئيس ولدوله الرئيس ولوزير التربيه ولضيوفك سعاده المدير العام رئيس مصلحه التعليم الخاص وامين عام المدارس الكاثوليكيه ولكل معني بالموضوع، رجاء ان يرجعوا يعيدوا النظر بموضوع تسمية الأعضاء الممثلين للجان الأهل بالمجالس التحكيمية وخاصة في جبل لبنان يلي بيعنينا، لأنه ما رح نرضى نحن حدا يمثل الأهل وما يكون من الأهل. وصلت وشكرا. الفكرة وصلت الفكرة شكرا لك عبدو جبران. شو القصة؟ شو عم بيصير بالمجلس أنا التحكيمي؟ لحظة خليني أنا أقول له بعده معنا أستاذ عبدو على الخط. إيه عم بيسمعك مفروض عبدو تكون عم تسمعه. أستاذ نعم. عبدو بجبل لبنان في اتحاد كسروان، في اتحاد المتن، في استاذ ريمون فغالي، في اتحاد كمان اخر بمنطقه الاشرفيه وبيروت، والاسماء صار الاسماء تم التشاور فيها، تم التشاور حول منها، وبعتقد انه ما معه الخبر منه. خليني اقول لك شغله، بفتره من الفترات كان هناك مرحله انتخابات لجان اهل ومرحله تشكيل اتحادات.
بهيدي الوقت بالذات صار في تشاور بموضوع الأسماء، صار في تشاور من قبل مين بيمين؟ ما حدا أخذ رأينا يا أبونا يوسف، لا اتحاد كسروين ولا اتحاد المتن، ما حدا أخذ رأينا نهائيا يا أبونا يوسف. يا أستاذ، يا أستاذ عبدو، أستاذ ريمون، مين يعني المدرسة شكلت ريمون؟ نو نو، أستاذ ريمون فغالي منو بعيد عنكم، مايا، مدام مايا اللي كانت موجودة اللي كانت سمعنا صوتها مشوي، منا بعيدة عنكم، أنتوا مع بعضكم بتشكلوا اتحاد اتحادات. ما بعتقد أنه الموضوع بده هالقد يا أستاذ عبدو. والشغلة تاني اللي أنا بهمني أسألك إياها، أنا مع حرصك على رفض الفريش دولار، بس أنا بدي أسألك أنت كيف عم تعيش حياتك اليومية؟ ليش بدك تقبل بدولرة الاقتصاد اللبناني بكل جوانبه، وما بدك تقبل انه هيدا الاستاذ المعتر انه يوصل لجزء؟ طيب هيدا وصلت الفكره ابونا، لانه عندنا نحن مع الاستاذ ومع حقوق الاستاذ، ولكن نحن وضعنا ما بنقدر، احنا بنقبض لبناني يا استاذ. ما بدي وي عرس وعيني استاذ عبدو، بعده عم يقبض لبناني على 1500 ليره. رح تنتهي الحلقه، رح تنتهي الحلقه يعني. انا بس هيدا حكينا فيه، حكينا فيه. شكرا لك عبدو جبرايل. ما بدنا نرجع نقول انه التعليم حقه الدولة، لازم تعلم ابنائها بلاش. على كل حال، واللي بده يدفع بيروح على المدارس الخاصة، وهيدي مش موجودة. انا بس بدي احكي عن المنهج. اول شيء في دعوة الى التجمع قدام مدرسة يوم تندعت لجنة الاهل مدرسة الحكمة فرعين رمينة، بدها تسكر ليه؟ هون بنرجع بنوصل لبيت القصيد. مشاكل سكرت للأسف مدرسة الحكمة على الكليمونسو، وهلا مدرسه الحكمه عين الرمان، وهلا مدرسه عين الرمان بحاله من خطر. وراء الوضع اللي بحالة خطر، بحاله نعم. خطر نعم. ما بدي اقول انه سكرت، لا لانه الاهالي مع تصميم صحيح، وانا بشد على ايد الاهل. هودي مدارسنا منا مستعدين نخسرهم، مشان هيك بدنا نفتش على حلول. نعم. هيدا بيت القصيد. نعم. يعني ما بدنا نوصل استاذ عماد، ما بدنا نوصل نخسر مدارسنا. مش الكبيره يمكن عندها مناعه أكبر. بس ايه، بس سؤال عنا مدارسنا 269 نعم. مدرسة يا أستاذ عماد تحت ال 500 طالب، وهودي موجودين بمناطق، موجودين بمناطق جبلية، وما في إلا مدرسة بالضيعة. بدنا نسعى كل جهدنا انه نحافظ عليهم. نعم يا استاذ عماد، ايه بس خلينا نحكي لانه خلصت الحلقه. بدنا نسعى، وبدنا نسعى نحافظ على المنهج التربوي. يعني اليوم تحقيق المنهج التربوي جز 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 20% من المنهج الرسمي، واليوم صار في كثير من الايام العطل وضربات، وهي كيف بدنا نحافظ على المنهج التربوي؟ واجت تقارير عالميه عم تقول انه احنا تعليمنا عم يتراجع. بس سؤال اخير لانتهى الوقت. تعليمنا مش عم يتراجع، يعني تعليمنا مش عم يتراجع. التربية إذا بدك تعملي حلقات ما بتخلص لشؤونا، مش عم نتراجع. لا نحن قطعنا بفترة نحن قطعنا بفترة البنك الدولي عم بيقول مش معناتها كل شيء فرنجي برنجي يعني، معلش مع كل الاحترام. دون المستوى، نحن على الأرض مش هني على الأرض. إذا هني عندهم NGOs عم بينقلوا صورة. ما بتعترف إنه صار في كورونا والتعليم أونلاين؟ ما بتعترف إنه صار في إضرابات وما منظمة اليونسكو عملت تقريرة، عملت تقريرة ونشرت بكل دول العالم. نعم. الكورونا مسحت 20% من الحاصل التعليمي بالعالم. بقى يسمحوا لنا، مش كل واحد يطلع عنده رقم يحطه ويقول نحن هون. لا، نحن مش مثل ما عم يحكي. اذا طلع بشي مدرسه في حاصل تعليمي ساقط، مش معناتها كل التربيه ساقطه. وانا خليني شد على ايد استاذ عماد بهذا الكلام. نحن فخورين بالتربيه والتعليم في لبنان، عم نسعى كل جهدنا تا نامن نوعيه تعليم مميزه تضاهي. وانا اصر على، وحتى خلال فتره كورونا بعتقد تميزنا. نعم. تميزنا كمدارس بشهادتك استاذ عماد، انه فتنا وادينا مهمتنا كما يجب بالرغم من كل التحديات. اي بلد بالعالم، اي بلد واي نظام تربوي بالعالم، اي نظام تربوي بالعالم يقطع عليه ربع اللي قطع على مدارسنا وعلى اهلنا وعلى معلميننا ويضل واقف. شكرا لكم. انتهى الوقت. شو بدنا نعمل؟ المدير العام لوزارة التربية بالتكليف عماد الأشقر، وكان رئيس مصلحة التعليم الخاص بوزارة التربية، الأمين العام للمدارس، وما زال يعني بس تطور، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، وكل اللي تواصلوا معنا. شكرا لكم. انتهت حلقتنا. طبعا رح نحكي أكثر عن المدارس لأنه بيستحق هالموضوع أكثر من حلقة. إلى اللقاء نهار تنين مع البيئة ووزير البيئة الدكتور ناصر ياسين.